محطات. يشارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد عبد الله خليفة الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وعضوية سعادة السيد علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى في أعمال المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 12 ولغاية 14 من سبتمبر الجاري في يريفان بجمهورية أرمينيا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وهذه المشاركة نستمع إلى مداخلة سعادة السيد علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلمانية. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين بكل خير، وأشكر إذاعة البحرين على هذه الاستضافة. يشارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، والذي سيعقد في يريفان بجمهورية أرمينيا، والذي يهدف إلى إعطاء الأولوية لتعليم الشباب وتوظيفهم وسط الأزمات العالمية، والبحث عن حلول لمنع ضياع الأجيال وضمان الوصول المستمر إلى فرص التعليم والعمل لجميع الشباب. كما سيسلط المؤتمر الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في التعليم والتوظيف في ظل الأزمات العالمية، وتطوير سياسات فعالة وتعزيز التعاون الدولي وتمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار لتشجيع الابتكار وزيادة الاستثمار في التعليم وتبادل المعرفة والخبرات بين البرلمانيين الشباب وصناع السياسات لتحقيق تحسينات ملموسة في فرص التعليم والعمل للشباب. وأود أن أشير إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص كل الحرص على المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية التي تعني بفئة الشباب، وذلك بهدف استعراض تجربة مملكة البحرين في دعم الشباب وصقل قدراتهم ومهاراتهم التي تساهم في بناء مملكة البحرين، وذلك ما يعكس توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإيمان جلالته لا محدود بالشباب ودورهم في نهضة الوطن وازدهاره. كما تحرص السلطة التشريعية على استمرار التعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز مكانة الشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم من أجل تمكينهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتلبية احتياجاتهم. ونسعى من خلال هذه المشاركة لإبراز جهود مملكة البحرين في دعم الشباب وتقديم أفضل مستويات التعليم لهم وإتاحة فرص عمل متنوعة تلبي تطلعات شبابنا البحريني في مختلف المجالات. كما نسعى لاستعراض جهود السلطة التشريعية في سن التشريعات والقوانين التي تعني بدعم الشباب وتدريبهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.